من إحدى النقاط الطبية في محافظة دير البلح، وهذه الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال بعد العثور على إحدى الحالات وتسجيل إحدى الحالات بفيروس وشلل الأطفال، وإرسال العينات من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسف والأونروا والصحة بغزة. تم العثور على 6 عينات تحمل الفيروس المسبب لشلل الأطفال من 7 عينات تم إرسالها، ما يعني أن المنطقة هي منطقة وباء، بالتالي التلوث الكبير الحاصل في مخيمات اللاجئين والنازحين وأيضا مراكز الأونروا له انعكاسات كبيرة جدا على أوضاع الأطفال. هناك 600 ألف طفل يجب أن يحصلوا على التطعيم. عدد الأطفال الذين حصلوا حتى هذه اللحظة على التطعيم مع الأستاذ الحكيم عادل الهندي من إحدى كما ذكرنا هذه النقاط الطبية. أستاذ عادل، يعني 600 ألف طفل حسب إعلان الأونروا يجب أن يحصلوا على التطعيم. صحيح. في الوسطى، في محافظة الوسطى، ما هي النسبة التقديرية حتى هذا اليوم التي قمتم بتطعيمها للأطفال؟ اليوم حاولنا، اليوم تقريبا عادل حوالي 300 طفل في داخل مستشفى شهداء الأقصى. بالأمس المجموعة التي مجموعتي أنا نفسي حوالي 400 طفل طعمنا، المجموعة الأخرى حوالي برضو 400 طفل أو يزيد شوي عنهم، فهذا ما تم تطعيمه داخل مستشفى شهداء الأقصى بالنسبة للمجموعات التي إحنا مسؤولين عنها يعني. لكن في مجموعات أخرى ما أعرفش عددها بالضبط يعني. يعني حتى اللحظة لا يوجد إحصائية رسمية متعلقة بأعداد الأطفال المطعم. بالنسبة لنا لمجموعاتنا تقريبا ما يعادل 1000 طفل حتى يعني الآن. هذا هو العدد الذي كان متوقع منكم؟ لا طبعا، كنا متوقعين أكبر من هيك، العدد أكبر من هيك. فبعرفش، في ناس متخوفة من التطعيم يعني، أجانا الناس بيشكوا بيقول لك إحنا متخوفين من التطعيم لأنه جاي عن طريق الاحتلال، وهل هو يعني صحي أو غير صحي، هل هو بضر الأطفال ولا ما بضرش الأطفال، فالخوف هذا بتهيالي هو اللي مانع الناس تجي الطعام. رغم وجود حملات توعية صحيح كانت صحيح مركزة خلال الأيام الماضية. طيب أستاذ عادل، الآن إحنا في اليوم الثالث لحملة التطعيم وهذه الحملة الطارئة، هل هناك تمديد في محافظة الوسطى؟ أين ستنتقلون وستنتقل الحملة خلال الأيام القادمة؟ إحنا معانا لمدة لغاية غدا إن شاء الله، هل ستمتد أم لا لا نعرف، لكن في موعد بعد الأربع أيام تنتقل إلى المنطقة الجنوبية اللي هي خان يونس طبعا ونكرفة. هذا الموجود، أما هي حيمددوا في الوسطى لسه ما عندناش معلومات بالكلام هذا. لكن يعني بالنسبة لبكرة تمديد، لأنه أنا اللي بعرف أنه 3 أيام كل محافظة مددوا لنا لغاية بكرة إن شاء الله. طب سؤال أخير فقط، هل استطاعت الطواقم الوصول إلى بعض المناطق الصعبة إلى حد ما كالبريج المغازي؟ ذكر الاحتلال أنهم باستثناء ومستثنون من عملية التطعيم. صحيح، في منه الكلام هذا، بعثوا طواقم طبية سيارات متنقلة لا توصل للأماكن هذه اللي هي المناطق القريبة من الشرق تقريبا وصلت. نعم، الحكيم عادل الهندي شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه النقطة الطبية وانتشار الطواقم الخاصة بتطعيم الحملة الطارئة ضد شلل الأطفال من الكوادر الطبية، من الممرضين ومن المتطوعين أيضا الذين قاموا بحملة توعية مسبقة لعملية التطعيم ولفوائد الحصول على هذا التطعيم، ومن ثم البدء بتسجيل الحالات التي حصلت على التطعيم. قد تكون النسبة ليست مرضية للطواقم ولهذه الحملة، ولكن قدر المستطاع يجب أن يكون هناك وعي أكبر لدى الأهالي بضرورة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وتطعيم ضروري جدا في هذه المحفظة. هنا التطعيمات، نعم، هنا من خلال يعني إيصالهم للطواقم عبر اليونيسف وعبر منظمة الصحة العالمية. ستستمر الحملة ليوم غد، ومن ثم ستنطلق هذه الحملة أيضا للجنوب ولمحافظة رفح، ومن ثم إلى مدينة غزة. هذه متابعتنا الميدانية اليوم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون فلسطين لآخر الأخبار واحداثيات الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال.